ينضم إلينا من عمان مسؤول الإعلامي في المكتب الإقليمي لليونيسيف سيد سليم عويس، أرحب بك عبر منتصف النهار. أهلا بكم. يعني دخول الأمم المتحدة سيد سليم ويعني رصده لحجم هذا الدمار الكبير الذي حدث في قطاع غزة بعد هذا العدوان الغاشم، هل يمكن لهذه المنظمة أن توثقه إلى العالم ويكون دليل إدانة على الإجرام الإسرائيلي؟ يعني الأمم المتحدة ليست المرة الأولى تدخل، نحن هناك موجودين قبل هذا الحرب صحيح. وهذا التصعيد الذي دام 10 شهور وما زلنا هناك وما زلنا نقدم ما استطعنا من خدمات ومساعدات للأطفال والمدنيين في قطاع غزة. أنا عن نفسي كنت هناك قبل أسبوعين، وهذا ما يعني هذا بالذات ما نقلته للإعلام وللزملاء ولكل يعني في كل المحافل التي كنت فيها هو حجم الدمار وحجم المعاناة، وهذا ما يعني الأمر الذي فعلا قد يكون صدمني عندما دخلت هو أن شاشات التلفزة للأسف لا تستطيع أن تنقل مدى المعاناة اليومية للأطفال وعائلاتهم. يعني قبل أن نتحدث يعني سيد سليم عن المعاناة أو حتى نتحدث عن يعني شاشات التلفاز وحجم الدمار أو ما نراقبه عبر وسائل الإعلام، أنا أتحدث عن تقارير ترفع للأمم المتحدة. دور لليونيسف هو في توثيق ذلك من خلال تقارير رسمية تكون إدانة، هل فعلتم ذلك؟ بالطبع. نعم، دائما تقاريرنا تفيد، ما نراه بالعين وما نقوم بالتقرير عنه بالإعلام هو ما نقدمه أيضا في تقارير، وقد يكون هناك تفاصيل أكثر طبعا في هذه التقارير بسبب يعني الدور المنوط بنا بتقديم التقارير، هذا جزء كبير من عملنا وبالطبع هذا ما نقوم به على الدوام لجميع يعني أجسام الأمم المتحدة المختلفة التي في يدها إعطاء القرار، وأيضا للدول الأعضاء الذين يعني قد يكون لهم تأثير على مجرى الأمور على الأرض، والتي نأمل أن نصل بعد أكثر من 10 أشهر نصل إلى وقف إطلاق نار، وهو المطلب الأساسي والأول لكل منظمات الإنسانية على الأرض إن كانت من الأمم المتحدة أو من المنظمات الدولية والمحلية. للأسف هنا مشكلة في أن هذه التقارير وهذه القصص التي تنقل وهذه الأرقام لا تجد، لغاية الآن لم نجد أي فعليا على أرض الواقع أي تغيير، وهذا ما قلناه يعني في عدة مرات في عدة محافل، يبدو أن كل هذه التقارير تقع على أذان صماء للأسف. نتمنى أن يعني مواصلة المناشدات ومواصلة التوثيق والتقرير أن نصل إلى مكان نصل فيه إلى وقف إطلاق نار ونصل فيه إلى إعطاء الأطفال وعائلاتهم. هذا ما أريد أن أتحدث عنه، الأطفال يعني والنساء هم أكثر من يعانون، وتقريبا أكثر من نصف القطاع هم من هذه الفئة. عندما نتحدث عن أطفال غابوا عن المدارس وهذه المدارس تحولت إلى مراكز لإيواء النازحين، وأيضا تخصف هذه المدارس من وإلى التابعين وغيرها والقائمة تأتي كبيرة، هذه المجموعة من الأطفال أو هذا الجيل من الأطفال الذي شهد ويلات هذه الحرب، ما هو الأثر النفسي والصحي عليه؟ للأسف نحن نرى الأثر فعلا يعني منذ الآن، نحن نرى الأثر الصحي بانتشار الأمراض، بانتشار الأوبئة، بانتشار سوء التغذية، وللأسف شهدنا وفيات بسبب سوء التغذية وفيات بسبب الأمراض، وطبعا يعني أعداد من قتلوا خلال الحرب. ولكن أيضا نشهد الآن كمية يعني الضيق النفسي الشديد التي هي موجودة عند الأطفال. الأطفال ينسحبون من الحياة، من التواصل مع الآخرين، البعض منهم توقف عن الكلام، البعض منهم يعني يظهر عليه ما يسمى ب يعني التعايش السلبي مع هذه الصدمات المتتالية، إن كان بإيذاء النفس أو إن كان بكونه عصبي، عدم القدرة على التعبير عن مشاعره، الكثير من الأعراض للأسف. وهذا ما نحاول كيونيسف وكمجتمع إنساني في قطاع غزة محاولة التصدي له ومحاولة الاستجابة له، لكن ما زال
الصدمة النفسية تتكرر في كل يوم، وهذا ما نشهده. 10 أيام 10 شهور من نفس الصدمة تعاد وتعاد وتعاد، من المزيد من الخسارة، المزيد من الخوف على حياتك كفرد وعلى أسرته وأحبائه، الكثير من إعادة التنقل لعدة مرات، كل هذا يخلق يعني مأساة حقيقية. جيل مشوه سيد سليم، يعني جيل مشوه بالكامل، يعني ليس فقط يعني من نجا من القتل والاستشهاد لم ينجو ولن ينجو من هذه الأضرار النفسية.